بعد عالم سنوبي للترفيه في هونغ كونغ، أقام الفنان الياباني يوشيتيرو أوتاني معرضاً لهذا الكلب صديق الفتى تشارلي براون في حديقة تيم تار تسوي. إنه معرض امتزجت فيه الثقافة اليابانية مع هذه الشخصية الغربية التي يعشقها الصغار ويحن إليها الكبار. أحببت سنوبي منذ صغري، كانت الأماكن قليلة جداً التي يمكن رؤية سنوبي فيها، متاجر قليلة كانت تبيع شخصيات وأدوات سنوبي، لهذا جئت إلى هنا فور سماعي عن المعرض. العديد من شخصيات الرسوم المتحركة والكوميدية لطيفة، يجب أن يتعرف المزيد من الناس عليها، وإلا فإن الجيل الجديد لن يعرف عما نتحدث عنه، كما يجب أن يحظى بالمزيد من الفرص لتذوق هذه الكتب الهزلية. الفنان يوشيتيرو أوتاني جمع بين فن البيناتس، أي فن القصص المصورة التي تحمل كل صفحة منها 4 صور، وفن كانجي، وهو فن كتابة الأحرف اليابانية. هذه القطعة مؤلفة من فن كانجي وفن البيناتس، ولكل حرف من أحرف كانجي معنى. حرف واحد يمكن أن يؤدي معنى الضحك أو الصداقة. في عالم الصور الأربعة لقصص بيناتس الكرتونية التي ابتكرها تشارلز شولز، رسائل تظهر الصداقة كما الأحباط. لذا هذه القطعة هي شكل جديد من الفن الذي يمزج الكانجي والبيناتس. هذا المعرض الذي يحمل عنوان الجرأة في الحلم شارك فيه العديد من الفنانين اليابانيين، وهو مستمر حتى منتصف آب أغسطس.